بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. والفقرة الثانية من برنامج الأهلي الليلة النهاردة فيها بالتأكيد ضيف مميز، ضيف رغم أنه اشتهر كاتحاداوي وأحد نجوم سيد البلد نادي الاتحاد السكندري زعيم الصغر، لكن اشتهر أيضا بأهلويته الشديدة، مدرب قاد العديد من الأندية سواء داخل مصر أو خارج مصر، لكنه دائما الكيمياء مع نادي حرس الحدود مختلفة تماما. من المدربين المتميزين اللي من القلائل الذين حققوا بطولات وهو مدرب خارج مدرسة الأهلي والزمالك، لكنه استطاع الفوز ببطولات داخل مصر وتحديدا كأس مصر مع نادي حرس الحدود، وأيضا تميز بالحصول على إحدى البطولات في الدوري الليبي مع نادي أهلي طرابلس. قاد أهلي طرابلس أيضا في البطولات الإفريقية، وكان لي مباراة مثيرة ومهمة جدا مع النادي الأهلي في تونس في مشوار البطولات الإفريقية خلال السنوات الأربع الأخيرة. معي ومعكم في الفقرة الثانية من برنامج الأهلي الليلة، وبيشرفنا بينورنا النهاردة في قناة النادي الأهلي الكابتن طارق العشري. كابتن طارق مساء الخير ومنورنا في شاشة قناة الأهلي. الله يخليك أستاذ محمد، شاكر جدا. أهلا بيك وتحياتي ليك ولكل الأسرة البرنامج. أهلا بحضرتك. طبعا يعني من المدربين القلائل جدا اللي حققوا بطولات سواء داخل مصر أو خارج مصر. ده بالنسبة لك بيمثل لك إيه وأنت من خارج المدرسة التدريبية للأهلي والزمالك، وبالتالي الفوز بأي من البطولات طالما خارج هذه المدرسة التدريبية بتبقى فيها صعوبات كثيرة جدا، ولا ننسى ان في احدى السنوات كنت قريب جدا من الفوز ببطولة الدوري ايضا. مفيش طبعا يعني بمثلك حاجات كتيرة، اولا انك فريق كنت بعيد جدا عن تصنيف البطولات، يعني بتكلم كحرس حدود بصفة شخصية، لان الحرس هو يمكن اكثر بطولات خدت فيها 2 كاس وواحد سوبر، ومن فرق كبيرة يعني 2 من النادي الاهلي كاس وسوبر، واحد من فريق امشي. وبعدين لما رحت في فرصة احتراف بره في ليبيا حققت برضو مع أهل طرابلس بطولة الدوري العام، إضافة طبعا المشاركات الإفريقية. بيمثل لي كتير جدا جدا على صعيد الخبرات، وإن أنت من المدربين القلائل زي ما أنت حضرتك أشرت من خارج الأهلي والزمالك، إن دايما البطولات بتروح للأهلي أو للزمالك كل مده. لما تلاقي بطل جديد خاصه على صعيد الدوري المحلي، بطوله الدوري بصفه خاصه، بطوله الكاس يمكن مشارك فيها عدد كبير جدا من الانديه، منهم يمكن نادي الاتحاد من الفرق اللي حصلت على الكاس 6 مرات، نادي الحرس حصل على البطوله ديت 2، فطبعا كونك انك بتصنف كمدرب بتحصل على بطولات طبعا بيضيف لرصيدك التدريبي وسجلك التدريبي بشكل كبير جدا جدا، وتتميز عن زملائك المدربين انك بيضاف في السي في بتاعك انك حاصل على بطولات خاصه من انديه كبيره زي ما قلت لك النادي الاهلي او نادي امبي. وصلت في بدايه الفقره النهارده ومع حركه كابتن طارق بالاهلاويه الشديده، وفي علاقه حب بينك وبين جمهور النادي الاهلي، رغم انك ذكرت يمكن في مبارياتك حتى مع النادي الاهلي كان ليك دور حتى في اقتناص بطوله او بطولتين قدام النادي الاهلي في السنوات السابقه. تفسر بايه مدى العلاقه والحب حتى من جمهور النادي الاهلي لما بيقابلك حتى على المستوى الشخصي؟ اولا ده شيء يعني بفتخر بيه بشكل كبير جدا، يعني ولما كنت يعني بتسال في كثير من اللقاءات ما كنتش بتكسف، يعني كتير كان ولادي يقولوا لي يعني انت ما تبوحش حتى بانك بتنتمي، فبقول لهم انا صريح دايما، يعني ما بحبش اخبي شعوري، خاصه انا بنتمي لنادي كبير زي نادي الاتحاد وبحب نادي كبير زي نادي الاهلي، فشعوري انا ما بقدرش اخبيه، ولكن في الملعب بيختلف. يمكن البطولتين اللي انا خدتهم من النادي الاهلي مظبوط، وطبعا يعني ده بالنسبه بيمثل لي بالنسبه لي شيء كبير انك تاخد من البطل ونادي القرن والنادي، يمكن انا اللي عملت فيه معايشه فيه وتعلمت فيه كتير، خاصه في الفتره اللي كان فيها مستر مانويل متواجد فيها، يعني ساعدتني في بناء شخصيتي التدريبيه بشكل كبير جدا، وانا طبعا بشكرهم على الفتره اللي انا قضيتها سواء على صعيد مجلس الاداره اللي اتاح لي الفرصه او مستر مانويل ان اتاح لي الفرصه ان انا اشاركهم، يعني فمفيش شك ده يعني اسعدني كتير واضاف لي كتير في تكوين شخصيه طارق العشري كمدرب، افادني بعد كده بشكل كبير جدا في السلم التدريبي بتاعي سواء على الحرس، يعني لك ان تتصور في السنه اللي انا عملت فيها معايشه مع مستر مانويل هي السنه اللي فزت فيها على الاهلي في دور 16 في كاس مصر، ويمكن انا لحد دلوقتي متذكر اللحظه بتاعت مستر مانويل لما انا فزت وهو جه يهنيني، يعني ودي كانت من المواقف القليله ان مستر مانويل كان بيقوم يسلم على المدرب المنافس، وطبعا فاكر حديثه لما قال لي ان هم كان النادي الاهلي خلاص حسم الدوري
وخلاص خرج من الكاس وكان بيدي الفرصه، كان هو مسافر واعطى الفرصه للمجموعه الشبابين مجموعه الشباب عشان مع كابتن حسام، وقال لي ان انا شايف ان انت لو ركزت ان السنه دي في الكاس ممكن تاخد الكاس، والحمد لله السنه دي هي فعلا اللي حصلنا فيها الكاس. حتى مباراتك مع الاهلي بتبقى مع ماراثون طويل. ماراثون طويل جدا يعني. اولا مباراه النادي الاهلي لها مذاق خاص خاصه عند الجماهير وعند المتابعين. شوف انت لما بتلعب النادي رقم واحد في مصر وكل السبوتات سواء على الصعيد التدريبي او حتى الاعلامي او حتى اللاعبين، انت يعني انا على صعيد اللاعبين ما بحتاجش شحن كتير جدا للاعبين لان هم ذات نفسهم مشحونين بيحبوا يلعبوا قدام النادي الاهلي. انا ذات نفسي يعني كمدرب برضو بحب ان العب قدام النادي الاهلي، دي بتبين شخصيتك كمدرب، بتبين يعني قدراتك انت كمدرب لما تلعب قدام فريق كبير زي النادي الاهلي. الحمد لله يعني رصيدي حتى مع الجماهير، الجماهير متقبله. يعني انا فاكر لما خدت الكاس وكنت بدور الاستاد القاهره، جماهير النادي الاهلي واقفه بتحييني يعني، وده يعني شيء اسعدني كتير جدا. يعني من النادر لما تلاقي جماهير النادي الاهلي مع فريق ياخد البطوله من النادي الاهلي وهو بيحييه، لكن الحمد لله يعني احنا عملنا طفره كبيره جدا في السنه دي بتاعت الكاس. السنه اللي تالت خدنا بطوله الكاس مره ثانيه والسوبر لما كان بعد ايه ثم الاهلي ثم السوبر من الاهلي، وبعد كده لو تفتكر قبل طبعا الحادث بتاعت مباراه الاهلي والمصري كان الحرس ماشي في السنه اللي بعدها في الدوري يعني بثبات، عملنا ريكورد حوالي 13 فوز متتالي، ولولا الحادث ده يعني كان ممكن الحرس يخش في منافسه كبيره جدا مع النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره اللي كانت دايما بتتصارع على القمه. ايضا كابتن طارق من المدربين القلائل هقول المصريين اللي بيتم ترشيحهم حتى او حتى الجماهير الاهلاويه بتتمنى ان يكون اسمهم على راس الاداره الفنيه لفريق النادي الاهلي. برضه هذه الجزئيه انت بتقيسها ازاي او بتشوفها ازاي؟ بقيسها طبعا لرصيد الحب المتبادل. يعني من النادر تلاقي جماهير النادي الاهلي تقتنع بمدرب من خارج ابناء النادي الاهلي. فكونهم ان هم دايما في ترشيحاتهم اولا ده شيء يعني وسام على صدري، انك من المدربين القلائل زي ما قلت حضرتك انك بتترشح دائما لقياده النادي الاهلي، وده طبعا نادي كبير ليه صفه خاصه ليه شخصيه خاصه، وكون ان الجماهير ترشحك ده شيء كبير جدا بالنسبه لي، وطبعا بيضيف لرصيدي. الناس واثقه فيك كطارق العشي كمدرب تقدر تقود سفينه كبيره زي سفينه النادي الاهلي. وطبعا يعني الترشيحات الدائما ديت مفيش شك طبعا بتسعدني، ولكن طبعا بتتحطك علامات استفهام كتيره يعني، لكن انا سعيد بالترشيحات دي. طيب كابتن طارق العش مع حرس الحدود بقى بالتاكيد مدرسه مختلفه، كيمياء مختلفه. اولا توليت المسؤوليه هذه المره في منتصف سبتمبر الماضي بعد رحيل الكابتن عماد سليمان، يعني توليت مسؤوليه الحرس في توقيت صعب جدا. بدايه الموسم كان في سلسله من الخسائر واربع مباريات خساره ثم ثلاث مباريات تعادل، الحرس كان في الترتيب في المركز الاخير في جدول الدوري العام. في التوقيت الحالي الحرس في منتصف الجدول يعني في الترتيب التاسع من ضمن 18 نادي. مش هتكلم على التفاصيل الفنيه، لكن الاول عايز اعرف فكره ان ممكن يكون في مدرب عنده كيمياء معينه ما بينه وبين نادي تولى تدريبه في فتره سابقه ثم اختلفت الظروف والمعطيات والنتائج وعاد من جديد وحقق ايضا نفس النتائج بخلاف لو كان بيدرب فريق اخر او خلال سلسلته التدريبيه مع انديه اخرى خلال الفتره الزمنيه دي. خلينا اقول لك شعوري لما اداره الحرس عرضت عليا المهمه في الفترة اللي أعقبت تولي الكابتن عماد سليمان. كل زملاتي اللي موجودين حواليا حتى أهل بيتي ولادي وزوجتي وحتى والدتي ووالدي كانوا متخوفين جدا جدا من الريسك اللي أنا هاخده بعد، خاصة ما قلت لهم إن أنا خلاص قعدت مع الإدارة واتفقت إن أنا أتولى. أنا لما جيت قعدت مع الإدارة تعاملت معاهم شعور القلب، يعني ما فكرتش على الريسك اللي هم كانوا بيفكروا فيه. فرقه في المركز الاخير في سلسله تعادلات وفي سلسله هزايم وانت محتاج تعمل طفره والناس واثقه فيك. يعني افتكر اللقاء الاول كان مجلس اداره وهو بيقدمني للفريق ان بيقول لك جه صاحب البيت، فطبعا ده بالنسبه لي
يعني شيء كبير جدا. كلمة لها معاني. لها معاني كتير جدا يعني، وإن الناس واثقة فيك وفي قدراتك، إنك هتستطيع تنتشل الفريق من المكان اللي فيه. وأنا للأمانة كنت متخوف جدا جدا بعد ما أعطيت الكلمة إن أنا هتولى. ابتديت أخطط إن إزاي النادي يعود مرة أخرى لمكانته الطبيعي. أول ما بديت طبعا في الشك ابتديت بالسلاح اللي هو اللاعبين اللي هم بينفذ الاستراتيجية بتاعتك، الدماغ بتاعك، الأدوات اللي هتشتغل أدواتك في الشك. عملت يعني لعبنا على وتر العامل النفسي بشكل كبير جدا، والولاد كانوا فاقدين الثقة بشكل النتائج السلبية بينتج عنها ثقة، عدم ثقة في الأداء المهام، فبينتج عنها نتائج سلبية خاصة على ملعبك. فكان عندي مباراة مهمة جدا هي مباراة النجوم البداية وعلى ملعبك، وابتدينا نشتغل على الصعيدين، صعيد تنظيمي، صعيد نفسي. مفيش شك خد دور كبير جدا في تهيئة الولاد دول ان هم يستعيدوا ثقتهم بنفسهم ويستعيدوا لغة الفوز اللي هي كان مفتقدينهم بشكل كبير جدا. وابتدينا ننظم الولاد بشكل كويس على الصعيد الفكري، على الصعيد التنظيمي داخل الملعب، في انتهاج فكر معين ان هم ينظموه وان هم ينتهجوه داخل الملعب. الحمد لله كانت البدايه جيده جدا، وقدرنا ان احنا ننتزع 3 نقاط من فريق المفترض من الفرق اللي بتتصارع معاك في نفس الليفل، يعني المواجهات ب6 بونت على طول. فكانت البدايه جيده والولاد استجابوا. خلينا يعني اقول لك ان الولد لما بيبقاش مقتنع بمدربه فطبعا دي بتمثل طم كبر. فانا كان كل همي ان انا ازاي الولاد يقتنعوا بمدربهم وان هم عنده شيء هم مفتقدينه وان هم يتعلموه. الحمد لله ابتدينا نحط نهج الاتفاق مع الاداره في التدعيم سواء على الدوافع الماديه والتحفيزيه، وهم اللي صراحه الحته ديت يعني ما بيتاخروش بشكل كبير جدا، استجابه كامله متكامله. الولاد حطيناهم في معسكرات مصغره سريعه عشان يستجيبوا، نظمنا فكرهم، ابتدينا نحط ايدينا على بعض العناصر اللي هي تبقى تشكيل ثابت، اللي كان الفتره السابقه كانت فيها تغييرات كتيره جدا. ابتدينا يعني ما نلعبش مباراه مفتوحه يعني على صعيد الاستراتيجي بتاعه الفريق، ابتدينا نخلي اللعب على الاستراتيجيه بتاعتنا احنا. ابتدى الولاد مكسب في تعادل، مهم ما يخسرش عشان ما يعملش كبوات نفسيه. فابتدوا الولاد شويه شويه يعلوا معايا. الامانه انا بحييهم لان هم ولاد مجتهدين جدا جدا وبيشتغلوا في الحته ديت، وكل واحد بيطلع كل امكانياته الفنيه لحبه للمكان وحبه لذاته ذات نفسه، لان هم برضه في المقام الاول عايزين يثبتوا ان هم لسه صاعدين من الدرجه الاولى، والولاد مش معروفين وعاوزين يثبتوا لنفسهم ولكل المشاهدين في مصر على صعيد الانديه وعلى صعيد الجماهير وعلى صعيد ان هم ولاد يستحقوا. والامانه فيهم ولاد معدنهم كويس جدا جدا، يعني تكاتفنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض، ابتدت العمليه تقب شويه بشويه، النتائج تتحسن. النهارده مع نهايه الدور الاول انت بتنهي وانت في المركز التاسع بعد ما كنت في المركز الاخير، تخطيت فرق كانت سابقاك، يعني سابقاك ب6 بونت وسابقاك ب9 بونت، وابتديت انت تتخطاهم بشكل كبير جدا، 21 بونت كسبت المصري وكسبت دجله لا كسبت فرق كبيره. انت عملت نتائج جيده جدا، اولا نتائج جيده مع سموحه كانت تعادل وده كانت نتيجه كويسه في ملعب سموحه، نتائج جيده مع انبي وده نتيجه كويسه في ملعب انبي، كسبت الاسماعيلي في ملعبك، كسبت المصري في ملعبك، كسبت وادي دجله في ملعبك، كسبت النجوم في ملعبك. ودي كانت احد المشاكل اللي احنا كانت بتقابلنا ان الولاد كانوا مفتقدين ثقافه الفوز على ملعبهم. ملعب الحرس ده يا محمد في السنين السابقه بتاعت البطولات كان بيمثل 70% من مكسب فريق الحرس. كان كل اللي جاي يلعب في الحرس كان فاقد يعني من خوفه من طبعا من تقل الفريق بعد ما تحولت فريق الحرس لفرق شخصيه فريق بطل، والاداء الجيد اللي احنا كنا بنأديه بشكل كبير جدا خاصه على صعيد مع الفرق الكبيره زي الاهلي زي الزمالك زي الاسماعيلي، انت بتكتسب الشخصيه ديت، مشاركاتك في افريقيا ما فيش شك اثقلتك بشكل كبير جدا جدا. كل الشخصيه ديت انت مع نزول الفريق ثم الصعود وانت محتاج تثبت الفريق في الدرجه الدوري الممتاز مع نتائج سلبيه، كل ده كان مفتقد، شخصيتهم مفتقده. النهارده كل مصر بتتكلم، يعني لك ان تتخيل عندنا عروض كتيره جدا للعيبه بتاعتنا بعد ما كانوا بيقولوا اول فرقه نازله، بعد ما كان في اول 7 جولات كان بيقول لك الحرس في اول فرقه نازله، لكن النهارده تحول الشيء اللعيب صدق، وده الحاجه اللي بسطان ان هو فعلا عنده شيء كان مفتقده
لما نظم نفسه بشكل كويس جدا واجتهد في التدريب، اتنظم دماغه بشكل كويس جدا، بيلعب باستراتيجيه معينه، بيحاول ان هو يكتسب لغه الفوز، وده مهم جدا. انا في مباريات كتيره جدا كنت بشفق عليهم وكنت بدوس عليهم عشان ما يتغلبوش، عشان عارف اثرها النفسي عليهم كده. شوف قد ايه يعني الفوز هيجيب فوز. وكنت بصر على ان احنا النقطه اللي احنا بننزل نحارب عليها ديت لابد ان احنا ندافع عليها بكل ما اوتينا من قوه، بالاضافه لان احنا نضيف النقطتين. النهارده كان في دفوق كبيره جدا ان انت ما بتهدفش لا مع لعبك ولا خارج ملعبك. النهارده الحمد لله الاسكور تحسن بشكل كبير، مما يعني ادى الى تحسن في النتائج في الشكل. لو انت عاوز ترتقي بالمستوى وتنط وتعمل قفزه كبيره جدا في البوزيشن داخل الترتيب، لابد انك تكسب، لابد ان يكون عندك عناصر المكسب دي. الكلام ده كان مفقود. الولاد ابتدوا شويه بشويه شويه بشويه، الحمد لله رب العالمين. كل الفرق دلوقتي اللي بتقابل النادي حرس الحدود بتبقى على الاقل عامله حساب لحرس الحدود، وده كان مفتقد. طيب برضو الفكره اللي عايز اركز عليها، بخلاف بقى كل التفاصيل الفنيه اللي اشتغلت عليها كابتن طارق لما دخلت جوه فريق حرس الحدود، اولا الكيمياء اللي بينك وبين نادي الحرس تحديدا، عايز وانت بتفكر لما بيجي لك العرض من نادي الحرس، القلب والعقل ما بين المشاعر والفترات الزمنيه اللي عشتها داخل حرس الحدود وكان بالتاكيد في سعاده بالنسبه لك، والعقل ايضا وانت بتشوف المرحله اللي هتشتغل عليها داخل نادي حرس الحدود، فكره رد الجميل ولا فكره اللي انت عايز تعمل تحدي جديد مع نادي حرس الحدود؟ الاثنين لان هم ليهم دين عليا. يعني مفيش شك نادي الحرس بعد الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل في بناء شخصيه طارق العشري التدريبيه، لان هم صبروا عليا في الاول، كانت نتائج سيئه جدا، وكان ساعتها الله يمسيه بالخير سيادة المشير طنطاوي هو يمكن كان متولي الموضوع ده بشكل كبير جدا، سواء على صعيد طلع الجيش او نادي الحرس، وكان بيساند بشكل كبير، ساندني انا شخصيا يعني في بناء شخصيتي، لان انا كنت مشيت في فتره من الفترات وبعدين توليت بعد كابتن حلمي ما ترك الفريق، وكان بالنسبه لي يعني تحدي كتير. وبعدين ما تنساش ان احنا كنا من اوائل الفرق اللي هي غيرت من جلد كره القدم المصريه بتحول 4-4-2، بعد ما كانش كل الفرق ما حدش بيلعبها، كانت الطريقه السيده هي 3-5-2. ف ما فيش شك طبعا كل الموقف بتاع الفريق ذات نفسه، ان اداره الحرس لما بتلجا لك انت وانت احد ابنائها انت ما بتقدرش تقول لا، خاصه ان الناس واثقه فيك بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اقول، انا شاعر بالامان جوه منظومه الحرس، وده يمكن في كل مسيرتي اللي انا ما نجحتش فيها في الانديه، اللي انا ما نجحتش فيها افتقدته فيها، ان انا ما كنتش حاسس بالامان، ان انت كان ماتش ولا اتنين ولا تلاتة كان الناس بتتكلمك ماشي، انت في الحرس بتتعامل انك في بيتك، حاسس ان انت بتبني بيت بتاعك من اي تو زد، والناس عطياك كل المسانده والمساحه في بناء البيت ده من جديد، في تطوير البيت ده من جديد. اللعيبه عارفه ان مدربهم خلاص هو اللي قاعد معاهم لاخر السنه، حتى لو حصل ايه هو مدربهم معاهم قاعد لحد السنه، خلاص بيأقلم نفسه على دماغه، لعيب بيلعب على دماغي، بيلعب على استراتيجيتي، بيلعب على فلسفتي، وحافظ انا هعمل ايه. يعني في السنين اللي احنا حققنا كان جينا في وقت من الاوقات اللي هي الجيل بتاع احمد عبد الغني ومحمد حليم والهرده واحمد عيد وعبد السلام نجاح وهاني سعيد وعلي فرج وكان كمينة قبلها، مش عاوز انسى حد، وبسيوني، كانوا خلاص في ديناميكيه في الاداء. انا كنت بقول كان في الاول تعبنا، لكن كان بينزلوا الولاد يعملوا التدريبه حافظين هم يعملوا ايه، وده كان بينطبع لي في الماتش. تمام، هو ده اللي احنا بنحاول نرجع له بشكل كبير. ابتدينا خطوه، يعني الخطوات ابتديناها، لكن محتاجه مجهود كبير جدا جدا. فتعاملت مع الموضوع بعقلي زي ما انت قلت، بقلبي نمره واحد، لان الموقف ذات نفسه محتاج ناس بتلجأ لك، وانت ما تقدرش تقول لا أمانة. يعني انا حتى ما فكرتش في نفسي، والناس كلها حواليا قالوا خلي بالك ريسك، انت كده بتخاطر بعد ما انتقلت وسبت والسي في كبر زي ما انت حضرتك قلت، هترجع تاني للخطوه دي من جديد. فكان ردي ان النادي محتاجني، وتحدي جديد في نفس الوقت، ان السنه اللي فاتت انا يمكن اخدت التحدي ده مع وادي دجله، وكان وادي دجله برضو من الفرق المرشحه للنزول. ويمكن انت لو تفتكر احنا قعدنا اربع بقى نهايه الدور الاول كانوا خمس فرق او اربع فرق خلاص هم اللي ابتدوا ينفصلوا عن اللي فوق، وهم دول اللي مرشحين. كانت الخريطه تبان في الجدول. يتتبان. وقعدنا نكافح لحد ما بقى وادي دجله في الدوري الممتاز. هو ده اللي انا حطيته في دماغي. ان كان الهدف الاولاني ان احنا ازاي نبقي على الحرس، الطوبه الاولى.
خاصة بعد الصعود من الدرجة الأدنى. احنا محتاجين نعمل الأساس، وابتديتنا نحط ايدينا على ازاي نعمل الأساس ده، وان الولاد ازاي يبقى عندهم ثقة في أدائهم، وان هم يكتسبوا المكتسبات اللي انا قلتها لحضرتك دي. فابتدينا واحدة بواحدة بواحدة بواحدة، مساندة، دوافع، حوافز استراتيجية، تدريبات مكثفة، الولاد بينزلوا يقاتلوا بيطلعوا كل اللي ما عندهم، والحمد لله النتائج ابتدت تتحسن شوية شوية. يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن العمل. رغم الثقة والإطمئنان والدفء اللي حسيت بيه في حرس الحدود، وممكن تكون افتقدته في العديد من الأندية داخل الدوري المصري، لكن حسيت بيه نوعا ما في تجربة ليبيا مع نادي أهلي طرابلس. تجربة دوري الليبي، إنجازات في إفريقيا بشكل كان غير مسبوق، وأعتقد حتى البداية لحضرتك مع أهلي طرابلس هي اللي الكرة الليبية بتحصدها دلوقتي مع عدد من الأندية، وممكن حتى في مدربين مصريين ابتدوا يكرروا التجربة مع عدد من الأندية. أنا حسيت بالثقة والدفء ده بره حتى مع في الدوري. أنا دربت الأهليين زي ما بيقولوا، الأهلي بنغازي وأهلي طرابلس. أهلي بنغازي لو تفتكر إحنا عملنا فيها طفرة بشكل كبير جدا، خاصة على الصعيد الإفريقي، لأن كان في مواجهتنا طبعا النادي الأهلي في تونس، واستطعنا ان احنا نتغلب على النادي الاهلي، ودي كانت بالنسبه لهم طفره كبيره جدا. كنا يعني حاضرين معاك هناك وشفنا الجمهور اللي في تونس، ما كانوش مصدقين لما يمكنوا ان هم يكسبوا النادي الاهلي. كان ساعتها نادي القرن اللي متربع على عرش افريقي، وهو يعني لك ان تتخيل الاداره وهي جايين نلعب النادي الاهلي مباراه العوده، ان احنا كسبانين هناك في تونس 1-0، ومباراه العوده هم جايين ان هم هياخدوا على الاقل 3-4. الماتش اللي اتلعب في استاد الدفاع الجوي بالظبط، انا مش قادر انسى الماتش ده خالص. بالظبط كده. وبعدين يلاقوا حاجه تانية مختلفه، الولاد الليبيين عندهم حاجه حلوه قوي، لما تقدر توصل لهم عندهم الجرينتا زي ما بيقولوا كده، الروح عاليه جدا جدا. وللامانه انا لعبت على الوتر ده، البلاد يعني بتمر بظروف سياسيه متوتره، الكرة القدم بالنسبة لهم هي المنتعش، هي اللي بتهدي الدنيا، هي اللي بتسعد. فكان خاصة أنا بكلم على بالنسبة للأهلي بنغازي الأول، فكانت النتائج لها دور السحر في أنها تهدي الأوضاع دي كلها. جماهير كانت بتطلع الشوارع بعد ما كان في ضرب رصاص و كانت بتطلع تحتفل، وده كان بالنسبة لهم سعادة. يعني في وقت أنك تشوف الدنيا عاملة إزاي، والشيء البسمة الوحيدة هي كرة القدم، الفريق اللي بيحبه. فكان النتائج سلسله نتائج جيده، وصلنا دور مجموعات، وبعدين انا جدا انفصلت عنهم في مرحله كانت مرحله مهمه. احنا كنا نهينا في دور مجموعات كان وفاق الصيف 5 واحنا 4، ومباراه العوده وفاق الصيف كان في تونس، وانا من هنا يعني كان العقد انتهى وسبت الفريق ما كملتش، وكان في مجموعه من اللعيبه المحترفه منهم احمد عيد ما كملش برضه، فطبعا النتائج توقفت عند كده. لما روحت الاهلي طرابلس يمكن كان الامور كانت اصعب شويه، خاصه ان فريق اهلي طرابلس من الفرق اللي دايما بتلعب على البطوله، بطوله الدوري في تنافس كبير جدا بينها وبين نادي الاتحاد ونادي الاهلي بنغازي، هم دول يمكن الانديه، ونادي النصر اللي يمكن الوافد الجديد حاليا موجود افضل، هي دي الانديه اللي بتتنافس على البطوله. كان مختلفه الدنيا شويه، يعني رحت لهم في بطوله افريقيا وكانوا هم في الكونفدراليه وكانوا بيودعوا البطوله الكونفدراليه، كان قدامنا ماتش النجم وماتش الصفاقسي، خدتهم كتجارب وبناء لفريق يستطيع ان هو ينتزع البطوله المحليه. للامانه تعبنا جدا جدا مع الفريق، والولاد برضو يعني زي ما قلت لك ما كنت بتدوس على الناحيه المعنويه بتاعتهم بشكل كويس، وازاي تطلع منهم الدوافع كانوا بيستجيبوا معاك بشكل كويس. خدنا دوري صعب هناك في اهلي طرابلس، وكان محفوف طبعا بالمخاطر، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا ندخل بطوله الدوري لنادي اهلي طرابلس. كنت فرصه كابتن طارق انك اتحت لعدد من المدربين المصريين ان هم يقرروا نفس التجربه في ليبيا؟ يعني شفنا كذا مدرب يتقرر بعد كده في الدوري الليبي. شوف طبعا خاصه على صعيد اهلي طرابلس واهلي بنغازي، النهارده كان قبليه كابتن حسام، وكان قبليه كابتن حسام بدر، وكان قبليه كابتن طلعت. طلعت يوسف، والاثنين اشتغلوا وحققوا نتائج جيده جدا، ويمكن يمكن الكابتن حسام طبعا ما كملش مشواره، كابتن طلعت خد بطوله مع فريق الاهلي طرابلس، وانا جيت كملت المشوار. طبعا في شك السيره الطيبه للمدربين المصريين بتشجع خاصه الانديه اللي بيقول لك احنا بنلاقي نفسنا مع المدربين المصريين. عوده مع اهلي مع اهلي بنغازي دلوقتي، كان الكابتن إيهاب جلال ماسك أهل طرابلس بعدين تركهم، في مجموعة كبيرة جدا، كان الكابتن ربيع ياسين راح مرن في البيضة، وده برضو من الفرق الجيدة جدا هناك في ليبيا. فدي مفيش شك النتائج الجيدة بتفتح أفاق كتيرة جدا للمدربين المصريين، النجاحات بتفتح
افاق جديده للمدربين المصريين مفيش شك. اكيد. طيب فرقه حرس الحدود بقى السنه دي، وهنخش اكتر في تفاصيل فريق حرس الحدود. فريق الحرس ابتدى دلوقتي يكون يتواجد في وسط الجدول، مش هنقدر نقيم ان التوقيت دلوقتي في وسط الجدول فالنتائج تطور متوسطه، لانك ممكن تكسب مباراه في بدايه الدور الثاني تصعد 3 4 مراكز، او لا قدر الله تعادلت او خسرت ممكن تنزل 4 5 مراكز. لكن بتقييمك لفريق الحرس دلوقتي بالمقارنه بالبدايات، شايف الفريق الحرس مع نهايه هذا الموسم قد يتواجد في مراكز متقدمه، ولا تواجده في المنتصف لحتى نهايه الموسم ده اللي هيكون المقياس او المعيار لشكل الحرس السنه دي؟ خلينا أأكد لك على الهدف اللي انا اتفقت فيه مع مجلس الاداره، هو بقاء نادي الحرس في الدوري الممتاز ايا كان المركز. ايا كان المركز مفيش شك طبعا احنا بنخطط اننا نرتقي بالمستوى ونرتقي بالبوزيشن، لكن لابد ان نكون واقعيين. احنا بنتكلم مع جدول متذبذب في النتائج ومتذبذب في البوزيشن. النهارده في فرق تحتيك، الاسماعيلي، مصري، الداخليه، مجموعه من الفرق اللي تحتيك عندها مباريات مؤجله كتيره. فالدوري الجدول بتاعها خداع، ولابد ان انت تتعامل مع المنطقيه. احنا يعني مفيش شك احنا نهينا في مركز جيد وابتدينا الدور الثاني بدايه جيده بفوزنا في المباراه الاخيره على الانتاج، والانتاج فرقه جيده جدا عامله طفره مع الكابتن، عامله طبعا طفره معنا. فكونك انك تصل للنقطه 21 مع بدايه الدور الثاني وبينك وبين الرابع 6 نقاط ماتشين، طبعا يعني ده بيديك امل كبير جدا ان مفيش شك انك تطور من نفسك، ويدي طموح للولاد ان هم ينتقلوا من مرحله لمرحله ثانيه. بس عشان تنتقل للمرحله دي لازم تدافع عليها بكل ما اوتيت من قوه، ولازم تدعم نفسك بشكل كويس جدا في تدعيمات يناير، وده اللي متفق معاه مع مجلس الاداره. لابد من التدعيم الجيد عشان نقدر نواصل، مش انا بس اللي هدعم، اذا كان النادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في مصر، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، نادي المصري، الكل بيطالب بالتدعيم. فلابد ان احنا اولا نقوي نفسنا بشكل كويس عشان القادم هو الاصعب، وكل مباراه انت بتعديها ما بتقعدش، فنتائجها لابد انك بتفكر في النتيجه، والعمليه دخلت في عمليات حسابيه. يمكن انا من المدربين اللي دايما بلعب بلغه تجاريه شويه، ممكن يكون اللعب بتاعي مش ممتع للناس، معنى ان احنا عاوزين نحصد نتائج، عاوزين نرتقي في البوزيشن، وده ممكن يتخليك ما بطالبش بيه لعيبتي بالشكل الجمالي الاول. يعني لا، الاداء ممكن في مرحله ثانيه، لا انا عاوز نتائج، نتائج هي اللي هتديك بعد كده الشكل الجمالي، لما اللعيب يثق في نفسه البوزيشن يعني عنده اريحيه. كل اللعيبه كنا بننزل كل مباراه، احنا مش احنا، الاداره والجهاز واللاعبين مضغوطين عشان البوزيشن بتاعنا هو ضغط علينا، ضغط علينا الموقف المتاخر وخايفين، فده الخوف ذات نفسه ما بيقدرش يخليك تأدي كلاعب. فلابد ان احنا نعد نفسنا بشكل كويس جدا خلال المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه مرحله صعبه، عندنا مباراه مهمه جدا مع الداخليه، مهمه جدا، دي مباراه المواجهه المباشره ب6 نقاط. هتلاقي الداخليه بتعد نفسها، ولابد ان احنا نعد نفسها بشكل كويس جدا جدا عشان نحافظ على المستوى اللي احنا وصلنا له. زي ما بيقولوا، مش المهم انك تصل للقمه، لكن المهم ازاي تحافظ على الوصول اللي انت وصلت له. واحنا بنحضر الحلقه معاك يا كابتن طارق، يعني في تصريح اشد انتباهي شويه، يعني كان واضح ان هو انك محتاج تدعيم لكل المراكز. يعني تصريح حسب ما انا قريته وفهمته بالظبط، لا مش لكل المراكز، التدعيم او معظم المراكز اللي داخل الفريق. احنا هندعم ان شاء الله على صعيد الخط الهجومي. يعني احنا عندنا الحمد لله رب العالمين 3 حراس مميزين، ابتدوا دلوقتي الاولاد يكتسبوا، سعداني وسامح ومسعد، والثلاثة يعني ما شاء الله مبشرين جيدين جدا. يمكن ابتدوا ان هو يستعيدوا الثقة معهم، كابتن اسلام عامل معهم، اسلام يوسف عامل معهم شغل كبير جدا وتعبان معهم، والولاد ابتدينا نحصد الكلام ده بشكل، بالاضافة لتطبيق الفكر اللي انا بنتهجه ليا فلسفة معينة مع حراسة المرمى بالذات، لان انا بعتمد عليه بشكل كبير جدا في بناء الهجمات وفي التأمين، شوف قد ايه في القيادة كليدر في الملعب. فالولاد عندنا على صعيد الدفاع يعني ابتدت تتردد اسامي عبد الله جمعه، وده كان احد اللاعبين معايا في ام بي، وما كانش واخد فرصته وانا اعطيته في ام بي، ولما مشيت مشى، ولد جيد جدا جدا، والنهارده واصل لمستوى جيد، النهارده مصر كلها بتتكلم عليه، يمكن المنتخب كمان بيحاول، عرفت ان هو عامل حاطط عينه عليه خلال المستوى اللي بيأديه. عندنا الشبيني، عندنا خالد سامي، عندنا تاحه، وده احد ابناء النادي الاهلي طبعا، يعني وكان عندنا عمر سعد قبل ما يرجع تاني لسموحه، لان احنا ده كان معار،
مجموعه كبيره جدا. مصطفى جمال، ابراهيم عبد الخالق عامل طفره كبيره جدا بعد ما مشى من الاسماعيلي وجه ارتقى بمستواه بشكل كبير جدا. عندنا بنقدم ولد صغير طالع، لان احنا طبعا بنهتم بقطاعات الناشئين عندنا، احنا عندنا قطاع كبير جدا جدا في اسكندريه، وابتدينا نعمل نادي كبير جدا ثقافي اجتماعي رياضي في منطقه الماكس. المنطقه دي منطقه كبيره جدا جدا هناك، المنطقه اللي هي بتاعت العجمي والدخيله وال 21 يعني الساحل الشمالي كله ده. فالنادي هناك ابتدى يجتذب هؤلاء اللاعبين، وعندنا نواه جيده جدا على الصعيد، ومخليين الكابتن محمد حليم هو مدير القطاع عشان يبقى همزه الوصل بيننا وبين القطاع. عاملين فريق امل من الـ من الـ 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 الولاد الصغيرين اللي هم واعدين، محمد حليم وكابتن محمد مكي واحمد العشري، هم بينزلوا يمرنوا الفرقه دي بنفس استراتيجيه فلسفه مختارين حتى نعم. مدربين كانوا لاعبين اصحاب فكر وقياده بالظبط بالظبط. مكي ده كان من اللعيبه الاثنين، محمد حليم ومكي مكي وحليم مكي تحديدا كمان اللعيبه المهاريه اللي كان حظها سيء كمان في الدوري المصري بالظبط. يعني الاثنين طبعا يعني لهم دور كبير جدا مع الفرقه في سنوات الـ يعني الازدهار، النضج والازدهار بالظبط كده. ومن الناس اللي حصدوا بطولات مع الفريق. فالحمد لله يعني في استراتيجيه حطيتها مجلس اداره واحنا بننتهجها بشكل كبير جدا وبنحاول ننفذها بشكل كبير. وان شاء الله باذن الله يعني انا براهن على بقاء على الحرس على الروح اللي انا شفتها. خلي بالك الفروق الفرديه في الدوري المصري مش كتير، يعني كان زمان في فوارق كبيره جدا في اللعيبه المهريه، دلوقتي لا الدنيا اتقلصت شيئا فشيئا. النهارده بينك وبين المركز بقولك الرابع بعد ما كنت انت الاخير 6 نقاط او 7 نقاط، فده ما عملش فرق كبير جدا جدا. يعني انت لك ان تتخيل من بعد المركز الرابع ممكن الناس دي كلها تتنافس على النزول على الترتيب. لسه زي ما حضرتك ذكرت لا انت لسه في الملعب 55 بونت، يعني يغيروا الشكل تماما كله. تماما وعدم تحديد، يعني الفرق كلها بتلعب مفيش تساوي في كل المباريات، فمش مديك صوره حاضره لشكل الدوري السنه دي. طبعا يعني الناس كلها بتتكلم ان المنافسه في الدوري او المقدمه او التصدر واضحه قوي، ان في فريق مثلا الزمالك او بيراميدز ماشيين بشكل جيد، فالدوري مثلا محسوم مثلا في المؤخره مثلا كذا. لا الدوري مش محسوم طبعا، الدوري لا محسوم. لا مش محسوم ولا في المؤخره حتى ولا في القمه ولا في القمه. انت لسه الاهلي لما هيلعب مؤجلاته كلها هيخش في المجمع معاهم بشكل كبير جدا، تبدا تحسب لما فالمثلث ده هو المثلث اللي هيتنافس على البطوله بعدها من الرابع لحد الترتيب الاخير. انت مش هتعرف ترتب، لان زي ما انت قلت ان كل اسبوع بتلاقي تغيرات في البوزيشن. طب لما يتساووا في ترتيب المباريات من الرابع للاخير اعتقد الرؤيه تتضح؟ تتضح طبعا لما يتساووا. انت مشكله الجدول ان في مباريات مؤجله كتيره جدا للانديه، فطبعا ما فيش شك دي بتمثل لود كبير جدا على الانديه المؤجله. لما الانديه زينا احنا زينا اذا النهارده وادي دجله كسب الجونه ده بتصدر مشاكل للفرق دي، ان ضغوط كبيره جدا خلاص انت بتطلع. الناس كلها كانت بيقول لك وادي دجله والحرس على مين تاني مش عارف، هم دول اللي خلاص اللي نازلين كانوا بيشيروا في البدايه كده. لا النهارده دول هم اللي طلعوا فوق. النهارده دجله وصل 20، الحرس 21، الجيش 24، كمان من الطفرات المقاولين كان معانا اللي انا كنت بدور عليه مع كابتن عماد، عامل طفره كبيره جدا في 6 مباريات متتاليه فوز، انتقل للمركز الرابع من 7 مباريات او المركز الخامس. عماد النحاس كسب 6 تعادل مباراه. يعني شوف الجدول زي ما كده بلغه كره اتشقلب. النهارده الاول، يعني انت لو قبل الاهلي ما يلعب سلسله مبارياته المؤجله الاخيره دي كان الاهلي والاسماعيلي والمصري الاول والثاني والثالث في الجدول السنه اللي فاتت بالظبط. فطبعا ده يعني شيء طبعا غير منطقي. مش هتستقر في الترتيب الا لما كل الفرق دي طبعا تلعب مباراتها المؤجله كلها تبتدي تتساوى في عدد المباريات، بعد كده هتقدر ترتب. فالمباريات هتبقى المواجهات المباشره دي مباريات ساخنه، وانا متوقع ان الدور الثاني بالذات هيبقى يعني مش مباراه ساخنه، ملتهبه. مباريات كوس ملتهبه مش مباريات دوري. لا ملتهبه على صعيد المباريات داخل الملعب مستطيل، وعلى صعيد الجماهير. طيب كابتن طارق، وانت بتتكلم برضه على فرقه الحرس في نقطه ذكرتها عندي، ابراهيم عبد الخالق معار، عمرو سعد كان عندي معار، دي المشاكل اللي انا كنت بقى. في يناير هتعتمد على لعيبه، لو في نادي هيديك لعيبه عايز. لا معارين مش هقدر اخد، مش هتاخد، لان انا المفترض من المفترض ان انا ببني المفترض لتيم للسنه الجايه. يعني انت بتدي زي ما احنا بنتكلم على اساس، فانت حاليا بتبني لغيرك. حتى لو فكرت بمرحله انتقاليه انا عندي بالموسم ده هتبقى بر الامان في حدود ضيقه، هتبقى في حدود ضيقه.
ليه؟ لان انت برضو بتبص للمستقبل، انت عاوز تعمل استقرار فني للفريق نمره واحد، يبقى عندك قاعده. خلي بالك احد نجاحاتنا في السنين اللي حققناها في البطولات الفريق مستقر فنيا، ما بينتقلش منه حد، حتى لما كانت بتزداد ضغوط الانديه ما كانش حد بيقدر ياخد لعيب من عندنا، الدنيا كانت ثابته. فالثبات ده عمل انسجام، الولاد تعايشوا سنين مع بعض فنتج عن الانسجام ده نتائج جيده ثم بطولات. انا نفسي ان انا ارتب نفسي تاني، دماغي والولاد يتاقلموا مع الحرس، ان نبتدي السلم من جديد. اي نعم هيبقى فيه تعب، لكن انا شايف بشاير ان احنا هنبتدي السلم. عشان تبتدي السلم ده لازم تحط اساس في استقرار فني. تغييراتك في السنين السنه الجايه ما بتغيرش جلدك كله، مش هتغير 22 لاعب، انت عاوز تغييرات محدوده. خلاص انت بتقوي فرقتك في يناير اللي جايه ديت، انت عارف مين اللي هتجيبه السنه الجايه ان شاء الله، ربنا كتب لنا عمر استمرنا مع الفريق، هتبقى عارف مين اللي هتقدر تضيفه للفريق. واللي احنا لنا معايير، او انا ليا معايير يعني الاداره او المكان ليه معايير معينه في اللاعبين، وانا ذات نفسي ليا معايير معينه في اللاعب اللي بيجي يتدرب تحت ايدي. ابرز هذه المعايير زي ايه؟ جديه، التزام، الانضباط، عاوز يحقق ذاته. هذا كل المعايير دي انا بساعده فيها، لان انا هي دي من صفاتي ومن شخصيتي. لما بلاقي لعيب كده ملتزم معايا وحتى لو مستواه مش 50 في النهارده، عبد الله يعني كل الاسامي، موزيس من اللاعبين اللي عامله فرق كبيره جدا، دول كانوا يعني مش عاوز اقول لك يعني مش متواجدين، النهارده شوفهم مستواهم نظرا لجديتهم نمره واحد، التزامهم نمره اثنين، هم عاوزين نمره ثلاثه. انت الكلام العناصر دي كلها بتخليك انت ذات نفسك ما تبخلش عليهم اي معلومه. وبعدين حاجه الاخيره ان هم بيسمعوا كويس، يعني بيسمعوا جيد للمعلومات وعاوزين يتعلموا شيء. لما خدوا الكلام ده ابتدوا يرتقوا في المستوى. طيب كابتن طارق، وانت بتركز في المعايير او اللعيبه اللي هتنضم معاك، بتفكر في اللاعب النجم اللي ممكن يضيف للفريق، ولا انت مدرسه اللي بتروح للاعيب اللي ممكن يكون في الدرجه الثانيه او الاسم اللي مش معروف قوي فيكون معاك فيتعلق؟ لا بالعكس، انا النجم عندي لو منتظم ومنضبط وهيقدر. انا خلي بالك لو تفتكر لما مشى اسلام الشاطر من النادي الاهلي، لو تفتكر انا جبته لعب معاه سنتين، احسن سنتين عملهم اسلام الشاطر في حياته، هو كمان يعني بيذكرهم. شوف قد ايه وخد بطولات معانا، وخد بطولات، لان انا كنت وانا قال انا اللاعب الوحيد اللي حسيت ان انا ظلمته في قراري كان اسلام الشاطر. وشوف قد ايه، وهو اسلام ذات نفسه بيقول كده، انا احسن سنتين بعد تواجده في النادي الاهلي هو مع الحرس. ليه؟ لان انا شفت فيه مبادئ وصفات انا ما كانتش عندي، القياده، الخبرات الكبيره اللي اكتسبها من النادي الاهلي، واحنا خلي بالك كنا مشاركين في افريقيا، فانت محتاج برضو الخبرات. التأثير الإيجابي، إسلام منضبط خلي بالك جدا. فالتأثير الإيجابي بتاعه عاد على الفريق. يعني أنا قصدي إيه، طالما النجم هيضيف لي للفريق التزام أكتر وانضباط أكتر وتنفيذ مهام أكتر، أهلا وسهلا. وقيمة للفريق لعيب طبعا، تشوف لعيب اسمه وخبرة ونجم. لكن لو هينقلب هيبقى سلبي، لا يبقى بتروح أحسن. القيمة المالية في انتقالات اللاعبين دلوقتي بقت صعبة قوي، بنسمع أرقام جداً مبالغ فيها جدا، وإدارة نادي حرس الحدود من المدارس اللي ليها فكر معين حتى في التعاقد مع اللعيبة، بتفكر فيها بشكل احترافي وبشكل استثماري أيضا. المدرسة دي دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها، الكابتن طارق العاشر شايف ازاي يتعامل بالملف ده، بما انك انت عايز لعيب إضافة للمرحلة الجاية مع مغالاة العديد من الأندية في مسألة الأسعار؟ شوف طبعا ده يعني بيمثل لنا مفيش شك عائق، لأن كل اللعيبة النهاردة الفروق بقت كبيرة جدا، النهاردة بتسمع 60 و40 و50 مليون بعد ما كنت بتتعامل بالمليون. بالمليون والاثنين. والمليون كان فارق. احنا كنا في سنة المليون كان اللعيب عندنا بياخد 360,000. في سنة المليون. تمام؟ فما بالك السنة دي 60 مليون. تمام؟ تمام؟ هتديله كام؟ مفيش شك طبعا بتمثل لنا عائق، بس كل اللعيبة اللي أنا أشرت إليها ديت جت تبني نفسها في الحرس. مفيش شك. وبتعلى مع الحرس، منها وجه استثماري لينا كالنادي، لان احد عناصر التمويل ان هو بيتواجد مع الفريق، وفاتحين الباب لما الدنيا ان شاء الله تستقر وفي استفاده ماديه ان اللاعب ده ينتقل لنادي ويجيب استفاده ماديه، ما فيش شك هنعمل كده، طالما ان هو هيمشي في الاطار ان احنا نقدر ندعم نفسنا لان احنا لازم نواكب الحدث، لان احنا لو فضلنا على الاطار المادي اللي احنا شغالين عليه ده مفيش لعيب جيد هيجي لك دايما اللعيبه اللي هي بتبقى خلاص ما وصلهاش النادي، قفلت القيد والدنيا خلاص فبيضطر يجي لك. لا النهارده خلي بالك
مع انطلاقه الحرس في المناطق الوسطيه دلوقتي اللعيب ابتدى يفكر ان هو يرجع تاني للحرس مره اخرى، ان يلاقي نفسه مع الحرس مره اخرى. وفي كتير جدا خلي بالك الماديات ما تبقاش هي الهدف الرئيسي، ما فيش شك طبعا هي احد الركائز الاساسيه، لكن نمره واحد هو مين اللي بيعمل ماديات؟ اللاعب. اللاعب نفسه هو اللي هو البدايه، يعني هو السبت عشان يلاقي بعد كده زي بقول الحد. وده يمكن انا بنقله اللاعب، لازم يتعب ولازم يموت ولازم يعني يتبهدل ولازم يعني يمر بمراحل كتيره جدا عشان في الاخر يلاقي. النهارده لما انت بتتعب، محمد صلاح ده لما وصل للقمه في ليفربول والنهارده الحمد لله بيشار اليه بالبنان، نموذج جيد. هو الراجل ده طلع كده بالصدفه ولا بالطفره واحرز هدف النهارده وعمل اسيست؟ يعني من قصدي يعني ما طلع تعب، يعني شوف مسيرته لما كان بيروح من طنطا للمقاولين ازاي وكان بيخش القطر ازاي وكان بيروح ازاي، تعبه وتركيزه والمنهجيه الالتزاميه اللي بقت نموذج بره بيتكلموا عليها، التزامه وانضباطه داخل الملعب وخارج الملعب باخلاقياته خلت الناس كلها تتلمع. يا رب يا ريت كل الناس تدي النموذج ده. بعد كده انت لما هتكبر مفيش شك، خاصه العناصر الصغيره، لما هتكبر هتحصد اللي انت تركته، يعني التاجر الشاطر اللي هو بيعمل الاسم الكبير بعد كده بيحصد، مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. عينك رايحه للعيب الدرجه الثانيه. هي المشكله ان في الانديه طبعا ان الولاد دلوقتي نتيجه طبعا الاسعار الكبيره جدا، وخلي بالك بتمثل، عارف انت المثل بتاع الاب يعني لما بيجي يقول له ما تكترش الفلوس في ايد ابنك عشان ما يبص بالظبط ما تدلعوش قوي. ايوه في لعيبه انا شايف نماذج كتيره جدا في الدوري المصري وفي الاهلي وفي الزمالك وفي سموحه، لما بتكتر معاهم الفلوس للامانه بيبصوا بتقلب شكل مثلك وعكسه. وفي نماذج كتيره جدا جدا جدا. الفلوس يعني زي ما بقول لك كده اللعيب هو اللي بيعملها او المدرب هو اللي بيعملها، الاول بيضحي وبيتعب وبعد كده بيبتدي يحصل. انا شايف ان لابد من السنه الجايه الانديه تقعد مع بعض ولابد ان يحطوا سقف لموضوع الفلوس ديت، لان هناك يعني السنه ده احنا لسه ما نهناش السنه في يناير والتدعيمات وانا سامع ارقام كبيره جدا، فما بالك السنه الجايه في التنافس بالانديه ايه اللي هيحصل؟ لابد ان يبقى في معايير معينه في التعامل المادي، خاصه احنا في الدوري المصري، احنا مش دوري الدور زي انجلترا الاقتصاد، يعني ده اقتصاد كبير جدا في الدوري الانجليزي ولا الدوري الالماني ولا الدوري الاسباني، ده اقتصاد كبير جدا، فبنحاول احنا نعمل اقتصاد، لكن لابد يكون في معايير كبيره جدا جدا عشان تعمل انضباطيه داخل السوق المصري. الانضباط ده في السوق المصري عشان يحصل يا كابتن طارق لازم يطبق دوري المحترفين. دوري المحترفين بيحط معايير في مساله الشراء والبيع وبيحدد ميزانيات، وإذا كانت الميزانيات بتخسر هتبقى عندك مشكلة في الحصول على الرخصة وتستمر في دوري المحترفين. لا طبعا. إذا كانت الميزانية بتكسب هتكمل في دوري المحترفين وهتاخد الرخصة وتكمل. لابد. إذا طبق دوري المحترفين خلال الفترة القادمة سوق الانتقالات والأسعار. أنا سامع عن دوري المحترفين ده من 10 سنين. الكلام ده بيتقال من سنين بس. سوق الانتقالات لو اتعمل من خلال رابطة المحترفين أو دوري المحترفين كل الكلام ده مش هيبقى موجود. يا ريت يا ريت يا ريت يبقى في معايير انضباطية لمجالس الإدارة. الكلام ده مين اللي بيحطه؟ ما مجلس الاداره اللي بيجتمع في اتحاد الكوره عدد ال 18 فريق اللي المفترض رابطه الانديه المحترفه اللي كانت موجوده اللي بيحطوا ده اللي بيحطوا القواعد اللي المفترض يمشوا عليها طول الموسم ده حقيقي او المواسم القادمه بيتفقوا عليها. لابد في انضباطيه في الموضوع ده، لان الموضوع ده انا شايف ان لو 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 تم على زي ما هو ماشي كده مش هتقدر تعمله كنترول. اصل في الاخر هتلاقي نفسك صارف على 2-3 لعيبه ما يقرب مثلا من 200-300 مليون. طب العائد كام؟ ما هو مفيش عائد. مفيش. طب العائد انت هجيب العائد منين؟ كل ده الملايين دي كلها هجيبها منين؟ مفيش. مفيش. وبعدين التسارع بين الانديه خاصه الانديه الكبيره، انت بتعلي الميزانيه، النهارده انت بتجيب لعيب ب 60 مليون و50 مليون و40 مليون، طب انت يعني هجيب الملايين ده منين؟ في انديه ثانيه مش لاقيه المليون ده. يعني هتسارع على اولا مفيش توازن في 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 بين الفرق. يعني مفيش توازن في صرف بين الفرق، فهتلاقي جاب كبير جدا جدا بين انديه القمه وانديه القاع. طيب بمناسبه احنا اتكلمنا في المبالغ الماليه والملايين والمليارات، مدى انعكاس ده على الدوري المصري؟ شايف الدوري المصري بنفس القوه والاداء والفنيات اللي تستاهل السنه دي؟ تحديدا ما هي الاسعار دي ظهرت السنه دي. السنه دي قوي. بس بنفس قيمه الملايين اللي بتتقال ولا لا؟ مش بنفس القيمه. شايف ان هي مبالغ فيها؟ لا مبالغ. انا انا متفق تماما ان هو في مبالغه في الماديات بشكل كبير جدا في الشراء والبيع، لكن المستوى الفني انا شايف ان السنه دي من افضل الدوريات التنافسيه. النهارده انت بقول لك انت مش عارف تحدد مين البطل من دلوقتي، كان زمان انا
افتكر من موسمين الاهلي واخد البطوله من 10 مباريات بفارق 10 مباريات خلاص انتهى الدوري بالنسبه له. تمام السنه دي لا، السنه دي انت بتقول المثلث الزمالك ان هو اللي على القمه دلوقتي، الاهلي لما يلعب يكتمل مبارياته، بيراميدز داخل مع المثلث ده، والبيراميدز يعني احتل المكانه عن الاسماعيلي والمصري، الانديه الشعبيه اتاخرت كتير جدا نتيجه طبعا الظروف اللي بيمروا بيها. فالمثلث ده طبعا هو اللي هيكون انا يعني متخيل ان ده اللي هيوصل للنهائي. من بعديها انت مش هتعرف ترتب مين حتى يوصل للنزول شكل الجدول، نظرا لان الفرق كلها بتتنافس. النهارده في نتائج مختلفه، انت هل كنت تتصور ان الحرس يكسب الاسماعيلي، الحرس يكسب المصري، الحرس يكسب وادي دجله، الحرس يكسب الانتاج، الانديه اللي فوقيك؟ لا ونتائج كمان يا كابتن طارق هي مش بتكسب واحد، انت كسبت الاسماعيلي والمصري 3-0. اه بالظبط، الاسماعيلي واحد كسبنا، الاسماعيلي واحد وكسبنا المصري 3، المصري 3 والدجله 4، الدجله 4-1 والانتاج 2، واخد بالك؟ انا قصدي يعني ان الجدول في منتصف الثاني ده او في الدور الثاني ده هيبقى ملتهب، خاصه حتى من التعادل او نتيجه ايجابيه مع الزمالك، خاصه جدا خاصه لما تنتظم المسابقه. وانا بس انا مش عارف المسابقه لحد البطوله الافريقيه ان شاء الله، يعني مصر تكون يعني تنال شرف التنظيم، يعني النظام هيكون سهل في تنظيم الجدول ده، مش عارف هيكون. هل تتوقع ان جدول الدوري او الدوري العام، هو السؤال مش عايز اقول سؤال هيبقى كوميدي، بس هل تتوقع ان الدوري ممكن يستمر لبعد كاس الامم، نلعب دوري لغايه شهر 7 وشهر 8؟ انا يعني المفترض ان في شهر 6 كل مفترض 1/6 كنت خلصت. المفترض يعني، بس احنا عندنا استثناءات دايما في البطوله بتاعتنا. اولا مفيش شك طبعا، الله يكون في عون الحاج عامر بتاع لجنه المسابقات. ليه؟ اكتر واحد مظلوم في المنظومه. خلي بالك المشكله ان انديه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري شاركوا في اكثر من بطوله، وده انا في رايي الشخصي ان هو مفيش شك طبعا اثر حتى على النادي الاهلي. على صعيد النهارده بتعاني من اصابات كتيره جدا عشان تلاقي الفرقه من جديد اللي هي فرقه النادي الاهلي الثقيله اللي اثرت في النتائج. النهارده احمد فتحي مصاب، اجاي مصاب، ازارو مصاب، معلول مصاب، نتيجه طبعا مشاركات الكتيره جدا في البطولات. كان زمان بيتحط في اللائحه ان الاول والثاني بطوله افريقيا، دوري ابطال، ثالث كونفدراليه، بطل الكاس كونفدراليه، من بعدها لو في بطوله عربيه بيتحط التنصيب من الرابع للخامس للسادس عشان يشارك في البطوله دي، نظرا طبعا للقيمه الماليه اللي اتحطت في البطوله العربيه واجبروا ان الناس تشارك في البطوله العربيه طبعا. هو كمان اختيار القائمين على البطوله العربيه كل الاسامي الانديه الاهلي الزمالك، فكان نتيجتها طبعا الانديه ديت الزمالك والاهلي اتضروا لانه شاركوا في افريقيا وشاركوا في العرب وشاركوا في البطوله المحليه والكل ده. طالما اشتركت انت كنادي اهلي وكنادي زمالك، انت ما بتقولش بقى دي بطوله وديه، لا ده بطوله خلاص انت شاركت فيها ولازم تنافس، انت مشارك باسمك صح الكبير، فلازم تنافس. فعشان تنافس انت محتاج جيش جرار، جيش جرار ما فيش شك اثر عليك. اذا كان الاسماعيلي والمصري لما شارك بس في البطوله الافريقيه اتاثرت على نتائج الصعيد المحلي، فلابد من تقنين الكلام ده بشكل، واثر على انتظام البطوله. فانا مش عارف يعني الحاج يعني عامر هيحلها ازاي يعني في الفتره اللي جايه، خاصه ان كمان زنقك الاتحاد الافريقي ان بدر المشاركات الافريقيه، الاجنده الافريقيه اتغيرت كلها، اتغيرت بدل الخريطه، اتغيرت اثنين وتخلص في 11، خلاك تخلص افريقيا في 11 وتبدا في 11، شوف قد ايه وتخلص في 5، فحطك كمان يعني في معترك تاني، فانت هتلاقي من هنا ولا ما هتلاقي من هنا ولا ما هتلاقي من هنا. عشان كده الدوري غير منتظم في الفتره الاخيره. النهارده انا سامع وانا جاي الجونه ووادي دجله، دجله هيقعد شهر 40 يوم مش هيلعب يعني شوف هيقعد قد ايه، وقبليها قاعد الجونه حوالي 21 يوم ملعبش يعني، من اخر ما كان بيقولوا يعني الجاب كبير جدا جدا في الفترات. وده طبعا انا طبعا بعذر فيها الحاج عامر حسين طبعا نبعا من المشاركه. شوف النهارده الفرق اللي هي متاخره في الجدول بتاعها، المباريات المؤجله عامله لود عليها، شوف قد ايه نتيجه تاخرها، فهم عاوزين يعودوا عامله لود عليها. لا والاسماعيلي السنه يعني على فكره في نقطه غايبه عن ناس كتير، الاسماعيلي لغايه دلوقتي بقى له 40 يوم ما لعبش في الدوري بالظبط، لان النتيجه طبعا بيخش مباراه افريقيه وبعدين ابتدى مباراه افريقيه جديده ولسه خارج مباراه افريقيه وعربيه واشترك في البطوله العربيه. فأرجو ان يعني الماديات ما تحكمناش في المشاركات البطولات القادمه، لو هتدرك خلاص البطوله العربيه من ضمن لابد ان الفرق اللي هتشارك فيها لها تصنيف، عشان انت ذات نفسك خلينا نتكلم بواقعيه،
مهما علت الماديات بتاعت البطوله العربيه، لكن انت بوابتك هي البطوله الافريقيه. ده حقيقي، انت اللي بتاخد النقاط بتاعتك وبتعلى وبتتحاسب وبتخش بطوله كاس العالم للانديه وبتاخد بطوله افريقيا وبتتنقل، هي البوابه الافريقيه. البوابه العربيه دي لها يعني مجال تاني لابد يحصل لها تقنين وتوقيت معين لابد نتعامل، وانا بقترح ان لابد يكون مجمعه. بما انك بقى كلمتني على البوابه الافريقيه، فرصه لما بيكون معايا احد المدربين المتميزين اخد رايه الفني. الانديه اللي بتشارك في دوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه، مدى اهميه تنفيذ مبدا انك ممكن تايد لاعب من شمال افريقيا كلاعب محلي؟ الاتحاد التونسي اعتمد ده، لكن لسه الاتحادات الاخرى في شمال افريقيا لم تعتمد ده. شايف انا فوجئت بالقرار ده. فوجئت بيه كقرار ايجابي ولا قرار سلبي؟ مفيش شك طبعا هيوسع كون ان انت هتعمل اللعيبه الشمال افريقيا يعني مصر، جزائر، تونس، المغرب لعيب محلي. مفيش شك يعني هيديك يعني فرصه انك تقدر تجيب والفرقه دي تجيب من عندنا يعني تبادل في الخبرات، واللعيب مش هيكلفك، مش هيعتبر اللعيب محترف بالظبط، مفيش شك هيضيف لك وهيديك الفرصه لما تجيب اجانب هيضيف لك. بس ده ليه مشكله؟ يعني زي ما ليه فايده انك هتضيف، لان كل انديه في الاول وفي الاخر بتدور على ان هي تجيب لعيبه جيده عشان تحقق نتائج، هيكون على حساب اللعيب المصري. يعني هيكون على حساب اللعيب المصري. النهارده انت لما فاتح الاحتراف في كل انديه اربع لاعبين افارقه، مفيش شك على حساب اللعيب المصري، فمفيش شك هياثر على المنتخب، لان الانتقاء منين؟ من الدوري، الدوري المصري. النهارده ولا رؤيه اختلفت يا كابتن طارق؟ هات لي يعني في محترفين في الخارج. بص يا محمد، انا عاوز اقول لك، هات لي النهارده في كل نادي في مصر هتلاقي على الاقل سترايكر، على الاقل افريقي اجنبي، مهاجم اجنبي، اجنبي ما بيأثرش على المركز ده عندنا، اللي احنا قعدنا معلش يعني ننادي ونقول دنيا وفي اختيارات، ما عندناش مهاجم. الباك ليفت، ما عندناش باك ليفت، خاصه انت ما عندكش قاعده كبيره احترافيه، انت ما عندكش 50 لاعب بره محترف عشان تقدر تختار من اللعيبه اللي بره، ما تلجاش للدوري المصري. وبعدين بترجع تقول ان الدوري المصري هو اللي بيفرز المنتخب. فكل ما هتوسع، انت عامل النهارده اربع محترفين وعامل قرار بتاع السوري، اللعيب السوري واللعيب الفلسطيني مصري، كمان اللعيب الشمال افريقي هيبقى لعيب محلي. والانديه دي هتطلع تجيب، الكواليتي هو اللي هيتحكم فيك. اكيد. سؤال اخير وفي اجابه سريعه كابتن طارق في ختام هذا الحوار، من المدربين اللي بتحبذ وجود طبيب نفسي او اخصائي نفسي مع الاجهزه الفنيه؟ عندي طبيب عندك نفسي. في فريق الحرس عندي طبيب نفسي. انا بحب ده، دور مهم جدا، دور مهم جدا. وخلي بالك اللي كان بيلعب الدور ده المديرين الفنيين، في مديرين فنيين عندهم موهبه ان هو يقوم لكن مفيش شك كل دول العالم عندهم ستاف كامل ان هو يقوم بالدور ده ويشيل اللود عليك. يعني المدرب المصري يعني اللغه الدارجه بيقول لك بنا ومناول، بيشتغل كل كل حاجه، بيعمل كل حاجه بالفرقه. فانا يعني عندنا طبيب نفسي وله دور مهم جدا مع الولاد وبيساعدنا بشكل كبير جدا. اكيد ما فيش شك انت بتقوم بالدور ده، لكن في الحاجات اللي انت ما بتقدرش عليها لابد ان في متخصص. كابتن طارق العشري نورتنا وشرفتنا، وسعداء جدا بوجودك النهارده معانا على شاشه قناه الاهلي. محمد تحياتي ليك ولكل اسره البرنامج، وبالتوفيق ليك يا رب مع الحرس السنه دي، ونشوف نتائج في الدور الثاني كمان افضل وافضل إن شاء الله. وتكون احدى المفاجات اللي موجوده في الدوري، بتعمل كومباك بشكل مفاجئ في نهايه الموسم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن طارق. تلك هي ختام الفقره الحواريه الثانيه مع الكابتن طارق العشري، احد المدربين المتميزين اللي بالتاكيد بنسعد دايما بوجودهم معانا هنا داخل قناه النادي الاهلي، وفي علاقه موده وحب من جماهير الكره المصريه دايما مع الكابتن طارق، صاحب الانجازات الطيبه سواء داخل مصر او حتى في تجربته الفريده في الدوري الليبي. بعد الفاصل زميلي عمر ربيع ياسين وفقره كره القدم العالميه في ختام برنامج الاهلي الليله.